انتشرت قصة ولادة فلاديمير بوتين على وسائل الإعلام، وذلك لما فيها من الغرابة، حيث وصفت بأنها معجزة حقيقية. وبداية القصة عند والد بوتين الذي كان أحد الضباط في الحرب العالمية الثانية، وكان يخدم في أسطول الغواصات في البحرية السوفيتية. وفي أثناء الحرب طلب والده إذنا حتى يتمكن من الاطمئنان على أسرته، وبعد عودته تفاجأ باحتلال الألمان للمدينة وقتل سكانها. وكانت جثث الضحايا من أهل المدينة قد وضعت في شاحنات لتدفن في مقابر جماعية. بدأ والد فلاديمير يفتش بين الضحايا عن زوجته، ووجدها بالفعل وقد غطتها الدماء، واكتشف أنها ما زالت حية، فنقلها إلى المستشفى ونجت والدة بوتين من الموت المحقق. وبعد أعوام من انتهاء الحرب العالمية الثانية ولدت أم بوتين به. كان ذلك في شهر أكتوبر من عام 1952، وذلك بعد أن انتهت الحرب العالمية بسبع سنوات.